تركيا في دقيقة. كان لسفينة المخابرات التركية الأولى TJG أفق التي تم إنتاجها بموارد وطنية تأثير كبير في الصحافة العالمية، فقد أشارت الصحافة الدفاعية البريطانية إلى القدرات الاستخبارية للسفينة مؤكدة أن سرعتها التي تبلغ أكثر من 18 عقدة وطولها الذي يتجاوز 99 متراً وهيلانها للعمل 60 يوماً من الخدمة دون انقطاع. أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 46 رحلة مجدولة ليوم السبت من وإلى مطار صبيحة جوكتشين الدولي للطرف الآسيوي من ولاية إسطنبول بسبب هطول الثلوج. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. بحث وزير الداخلية التركي سليمان سويلو مع نظيره الأوكراني دينيس موناستيرسكي سبل التعاون في مجال الأمن، جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب بيان صادر عن الداخلية. أجرى رئيس السلفادور نجيب بوكيلا زيارة إلى مقر شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية تساش في العاصمة أنقرة، وأعرب مدير عام الشركة تيميل كوتيل عن شعوره بالفخر حيال استضافة بوكيلا في المقر. تركيا في دقيقة.